السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطني عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. ضيفنا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال المعروف السيد رائد جابر، صاحب مؤسسة رائد جابر لتشكيل الحديد في منطقة سحب. سيد رائد جابر، مرحب فيك برنامجنا الوطني. نحكي لك بداية إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع، نقول لك مساء الخير. مساء النور على أخوي. نعم سيد رائد، أكيد لك الباع الطويل والخبرة ما شاء الله عليك. حابين نعرف السادة المشاهدين بعدة نشاطات أخرى أيضا، نعرف السادة المشاهدين من هو السيد رائد جابر. السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء بلشنا في الإسكانات، في أنا جيت من أمريكا إلى 4 سنين في البلد هاي. نعم. خشيت في مجال الإسكانات. نعم. وبعد سنتين خف الشغل فعاونت، أخذت المصلحة هذه. اللي زي ما تقول منجهز للحدادين عمالهم وتشكيل المعادن وشغلات زي هيك. نعم جميل. نتحدث الآن عن تأسيس هذا المشغل، متى تأسس؟ المشغل هذا تأسس من 84. نعم، كان لصاحبه عبد الكريم الغزاوي. نعم. هو اللي أسسه، والمنطقة كانت كلها له. نعم. والحمد لله، يعني أنا قبل 8 أشهر جيت هنا واخذت المصلحة من أولاده والحمد لله. يعني نتحدث عن النقلة النوعية من قطاع الإسكان لقطاع تشكيل الحديد والمعادن، كيف انتقلت لهذه المرحلة؟ والله كنت أشتغل في الإسكانات، وكان عندي اللي بيشتغل في الإسكانات حداد. نعم. وهو اللي دلني على هاي المصلحة. نعم. فتشجعت وانتقلنا عليها إن شاء الله. نعم. نتحدث أيضا الآن عن، إحنا نتمنى لك التوفيق أكيد سيد جابر. أكيد نتحدث أبرز الخدمات بشكل عام، ومع من تتعامل، مع أي جهات؟ والله بتعامل مع جاري، عندي جاري أبو رامي من دار طباخي. نعم. تاجر حديد، وباخذ الحديد من عنده. نعم. وإحنا نعم توريد الحديد يعني من السوق المحلي. من السوق المحلي. نعم. 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 كيف ترى تطور هذا القطاع في الأردن؟ والله الحمد لله، يعني ما شاء الله الوضع كويس وهياتنا شغالين والحمد لله، يعني قاعدين منجهز للحدادين والحمد لله مسطورة. الحمد لله. ما هي الطموحات سيد جابر؟ أكيد لك طموحات ورؤية مستقبلية إن شاء الله للتوسع. والله إن شاء الله في كمان أكم من نوع ماكنة، يعني حابب أجيبهم. نعم. اللي أقدر أتطور وأخلي مثلا زبوني من هنا يخش يلاقي كل شيء عندي في المحل، ما يضطرش يروح على مكان تاني يعني يشتري. جميل جميل. نتحدث عن أبرز الماكينات المتطورة في هذا المشغل. والله عندنا هي الحمد لله في 3 مكابس هنا لضرب الحربة والمعلقة، وهذولا أكثر إشي يعني ماشيات في السوق. نعم. عدد الموظفين 2. نعم اكيد من شباب، من كفاءات، اكيد من فرسان التغيير ما شاء الله. نعم ما شاء الله عليهم. نعم نعم. هل تواجهون اي مشكلات او معوقات تواجه هذا القطاع؟ لا الحمد لله. نعم، نحن نعيش بمنظومة نعمة امن وامان، والحمد لله نعمة الامن والامان بفضل القيادة الحكيم الرشيدي. لو قدر لك في هذه الايام ان تقابلت مع جلالة القائد الاعلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ماذا ستقول له عبر هذه الشاشة؟ نشكر قيادته الرشيدة، والله يديم من الامن والامان في هاي البلد والحمد لله. الحمد لله. ايضا حماة الوطن العين السارة الجهات الامنية، شو بتحب تجر لهم رسالة؟ الله يعطيهم العافية، جهودهم مشكورة. الله يعطيهم العافية وجهودهم كلها مشكورة، وهم اللي الحمد لله احنا بننام وهم بيضلوا سهرانين على حماية الوطن والحمد لله. الله يديم الامن والامان على سائر بلاد المسلمين ما دام مجدر الاستقرار ومجدر الاستثمار. حابين نحدد السادة المشاهدين موقع هذا المشغل، اكيد اذا لديكم صفحة على الويب سايت على الفيسبوك يا ريت نذكرها. والله مش موجود لسه. لا. لكن موقع المشغل الرجيب خلف شركة مرسيدس. نعم. شو بتحب توجه رسالة ايضا لهذه السنة الجديدة سنة 2017؟ ان شاء الله تكون سنة خيرات جميع سيد جابر. إن شاء الله ربنا رزقنا الحمد لله بأمطار كثيرة الأسبوع المبارك، وإن شاء الله سنة خير على الجميع إن الله رد. الحمد لله. الحمد لله. نتمنى لك توفيق سيد جابر بهذا اللقاء التلفزيوني عبر شاشة قناة جوسات. وفي نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة رجل الأعمال السيد رائد جابر، وهو غني عن التعريف صاحب مؤسسة رائد جابر لتشكيل الحديد والمعادن. نتمنى لك التوفيق وشكرا لدعمك وهمتك لبرنامجنا الوطني، برنامج الكفاءة والإنجاز، إنجازات وطنية. شكرا لك وشكرا. راسك بالعالي مرفوع الهام.